خاصة بها للاحتفال بقناة السويس، فإيه اللي تم لغاية دلوقتي وبعض المؤشرات على هذه الاحتفالية؟ هو طبعا الاستعداد طبعا على قدم وساق في كل الأجهزة الدولة كلها، سواء الشرطة سواء الجيش. الجيش طبعا قايم مجهود كبير جدا ومأمن كل الطرق، مأمن كل الأماكن المؤدية لقناة السويس وإلى المدن كلها والقرى. يعني في خطة شاملة لتأمين مصر كلها، ما بتقتصرش على مكان الاحتفال بس، وده طبعا منظومة لابد أنها تتعمل في هذا التوقيت. طبعا احنا ان شاء الله في فرحة كبيرة، كل المحافظات تتعدد وكل محافظة تتعدد باسلوبها، يعني كل محافظة تتعدد باسلوبها، لان هذا الاحتفال لن يتكرر مرة ثانية. انا بعتبر ان دي عرس مصر، يعني حاجة احنا بنعتبرها كل قرن له ميزة معينة. بنجد لو احنا رجعنا لورا كده شوية بنجد القرن اللي فات كان السد العالي، ماشي، من قناة السويس، قبل كده كان فيه شقق قناة السويس. يعني بنرجع للتاريخ نجد كل فترة زمنية لها حاجة معينة. فاحنا السيد رئيس الجمهورية يمكن صاحب الفضل الأول والكبير جدا بالنسبة لهذا المشروع، وطبعا ده لاقى تقدير من الشعب المصري اللي بعتبره بطل، انه برضك حبا في رئيس الجمهورية بدأ بالفعل. احنا شفنا خلال 8 أيام بدأ وفر 64 مليار جنيه، يعني حاجة أنا بعتبرها يعني حاجة يعني ما بتحصلش في أي دولة من دول العالم. تاني حاجة الجيش المصري هو اللي حفر القناة وبدأ بالفعل في مخطط أقل من المدة الزمنية. فإحنا كلنا بنقول الجيش ده يعني مفخرة لنا كلنا، وأنا بحييه وكل مصر بحيي الجيش فعلا لهذا الإنجاز العظيم اللي هو بيعتبر إنجاز عالمي. يعني أظهر العالم كله إن قناة بطول 64 كيلومتر اتشق في سنة إلا 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 أسبوعين، يعني حتى في التاريخ المحدد بالضبط بتخلص. يعني دي أنا بعتبرها مش إنجاز، إعجاز فعلا. يعني طيب سيادة الوزير، إحنا يعني